السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى برنامج نور مينا سبورت. موضوع حلقة الليلة: خلافات اتحاد السلة مع نادي العلوم التطبيقية إلى أين؟ ضيوف هذه الحلقة: دكتور هيثم أبو خديجة، رئيس نادي جامعة العلوم التطبيقية. مساء الخير وأهلا وسهلا دكتور. مساء النور، حياك الله يا أبو عبد الله. وأيضا اللاعب وسام الصوص، نجم المنتخب الوطني ونادي جامعة العلوم التطبيقية. مساء الخير. وكان من المفروض أن يكون معنا رئيس اتحاد كرة السلة هلال بركات، قمنا بالاتفاق مع الكابتن هلال يوم أمس ووعد بالحضور ورحب بالفكرة، وفوجئنا عصر اليوم باتصال من الكابتن هلال بركات يعتذر بحجة أنه غير جاهز للرد على دكتور هيثم أبو خديجة، وقال بأنه بحاجة لوثائق ومستندات ومشاورة أعضاء الاتحاد. فقلت له أن هذا هروب من المواجهة، فقال لا أستطيع، بده جلسة مع الاتحاد ومع اللجنة التنفيذية، وبده تحضير وثائق مستندات. شو داخلين على حرب احنا ولا وين رايحين؟ فعتبنا على الكابتن هلال بركات. دائما الإنسان اللي حجته قوية ما بخاف أي شيء وما بيبحث عن مستندات ولا عن استشارات وإلى ما ذلك. طبعا حدة الخلافات بين اتحاد السلة ونادي جامعة العلوم التطبيقية تصاعدت على خلفية المباراة النهائية لبطولة دوري كرة السلة، حيث توج الأرثوذكسي باللقب بعد فوزه على جامعة العلوم التطبيقية بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين. وبعد ذلك حدثت ما حدث في المباراة الأخيرة من اعتراضات على قرارات التحكيم، وصفها نادي العلوم التطبيقية بأنها قرارات مجحفة بحقه. ونستقبل اتصالات السادة المشاهدين على الأرقام التي تظهر على الشاشة بالإضافة للرسائل القصيرة SMS. أهلا بكم، نبدأ بالدكتور هيثم أبو خديجة. هل هي كما يقال خلافات بين النادي والاتحاد، أم كما ذكرت بأنه تجني من الاتحاد على النادي؟ احنا ما بنقدر نقول تجني من الاتحاد على النادي، بس احنا واثقين ثقة تامة انه العملية اللي تمت منذ بداية السنة، منذ بداية تولي الاتحاد، لم نوفق كعلوم تطبيقية في التواصل مع الاتحاد، وما بنعرف ايش هدف الاتحاد، مع انه كل القرارات اللي اخذت لا تصب في مصلحة اللعبة ولا بمصلحة الاندية ولا بمصلحة التمثيل الخارجي. وبنتسلسل فيها من اول ما بدأت العقوبات من عندهم بقائمة النخبة. قلنا احنا مع قائمة النخبة، احنا مش ضد قائمة النخبة. فقاموا بوعدنا انه يكون مع السبع لاعبين اثنين لاعبين محترفين في الملعب، وللأسف الشديد يعني زي ما بقولوها وعود ذهبت مع الرياح. قلنا يمكن هذا سبب يعني اتحاد جديد وبده يعيد تنظيم صفوفه، ولكن وجدنا انه يعني تعاقبت الاحداث. فتح باب التسجيل الى مدة لا محدودة، مع العلم تم الاتصال فينا من خلال مدير النشاط الرياضي ومدير الاتحاد، وقال يجب أن تلحقوا الأسماء فورا، لأنه باب التسجيل اليوم سوف يتم إغلاقه عشان نثبت الأسماء لغرب آسيا. فحسينا إن غبنا وغرر فينا عدم مشاركتنا عدم الموافقة على مشاركاتنا في البطولات العربية، لا السنة الماضية ولا العام الحالي، بحجة إعداد المنتخب. عدم موافقات على بطولة بني غازي، التحكيم وإصرارنا على التحكيم الأجنبي وإلحاحهم على إن شاء الله، وحنسعى كل جهدنا، مع العلم أنه مش تحكيم الأجنبي فقط محصور في دولة أو في دولتين، أتوقع في التحكيم من تركيا من إذا سعى الاتحاد. يعني هم كان حجتهم أنه الحكام اللبنانيين مشغولين بالدوري، فيش غير لبنانيين بالوطن العربي، سوريين سيدي، الأتراك، ما شابه، يعني كثير من الأمور تعاقبت. وحقيقة اللي أكد ورسخ قناعتنا انه احنا مستهدفين، والاتحاد بده يقول ان انجزنا، غيرنا البطل، حضر الجمهور، احنا اشعلنا اللعبة، اوجدنا لاعبين جدد، هاي كلها حجج مع احترامي لهم واهية. والانجازات اللي تم تحقيقها يعني، والعقوبات اللي تم اتخاذها ضد لاعبين جامعة العلوم التطبيقية، شئنا ما بيننا ثلاث سنوات وجامعة العلوم التطبيقية هي حاملة راية السلة في الأردن، ولأننا مقتنعين انه لعبة جماعية بتمثل الوطن، وبنمثل الوطن خير تمثيل. والاتحاد ليس اكثر منا حرصا ولا خبرة في مجال السلة، بنستثني رئيس الاتحاد هو لاعب، واعضاء جزء من الاعضاء
اثنين او ثلاثه بيفهموا في السله. نعم. الاخرين مع احترامي لهم يمكن انا بعرف بالسله اكثر منهم بحكم الممارسه حاليا. صح. من 5 سنوات او 7 سنوات واحنا ابطال جامعات ومن. نعم. سنتين واحنا ابطال دوري واكثر نادي بعد نادي زين. نعم. نشده كل احترام وتقدير نادي اللي حقق ورفع اسم الوطن عاليا. ثاني اكبر نادي اردني حقق انجازات في الخارج، احنا ثالث عرب وخامس اسيا. نعم. واللي قبلها رابع اسيا، اللي حققناه ما حققته. وبرضه بنرجع وبنكرر احنا منين بيننا بنادي الارثوذكسي كل احترام وتقدير. نعم. اعضاء مجلس اداره النادي الارثوذكسي ناس ذوي خبره وخلق وسمعه طيبه بنحترمهم، نادي عريق له كل احترام وتقدير وبنكرر مباركتنا له. احنا خلافنا بصب في مصلحة لعبة في. نعم. مصلحة وطن. نعم. اتهامنا من قبل البعض انه احنا حجبنا لاعبين المنتخب انضموا اليوم صباحا. نعم. وانضموا ما حدا بيزاود علينا بالقضية الوطنية. نعم. ودعمنا للاعبين المنتخب لولا الله ثم العلوم التطبيقية في ال3 سنوات الأخيرة. نعم. وكلنا بنعرف هذا الكلام، كانوا اللاعبين معظمهم تركوا كرة السلة. نعم. وتفرغوا لوظائفهم لأنه. نعم. في وظيفته راتبه ثابت على الأقل، إذا. نعم. تعرض لإصابة لا يتم إيقاف راتبه. وخلينا نكون واقعيين وموضوعيين، العقوبة اللي اتخذت المجحفة بحق. نعم. وسام الصوص وبحق إسلام عباس. نعم. مجحفة تغاضت يعني في, 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 في اتحادات القدم في البطولات العالمية. نعم. ما سمعنا عن هيك عقوبات إيقاف لاعبين لمدة 6 سنين. طب رح نيجي رح نحكي على هذه العقوبات بالتفصيل. وسام الصوص قيل بأنه أنت صرحت تصريحات نارية ضد الاتحاد، شو اللي حكيته بالتفصيل؟ والله شوف. نعم. وبصراحة هي التصريحات جاءت مباشرة بعد المباراة. نعم. نحكي. الإحساس بالظلم اللي إحنا حسينه لأكون معك صريح هو مش بس طبعا بعد نهاية المباراة اللاعب منفعل يعني لكن هي تراكمات زي ما حكى. نعم. عم عبد الله، هي تراكمات من أول السنة ونحن. نعم. عم نحس إنه قرارات الاتحاد عم بتكون مش في صالحنا أو ضدنا. نعم. مش قصة مش بصالحنا، مش عادلة ضد نادي العلوم التطبيقية، موجهة ضدنا. وبحكم قربي انا من اداره النادي ككابتن للفريق. نعم. يعني ممكن كان في انفعال زائد كمان بسبب سوء التحكيم. نعم. ما بدي احكي بس بالمباراه الاخيره، هي كان سوء التحكيم في اكثر من مباراه. نعم. لكن بالمباراه الاخيره كانت، لانه نحن زي ما انت شفت كنا فايزين متقدمين ب 11 نقطه وفجاه اخر 5 دقائق انقلبت كل الامور، وانا من وجهه نظري هي كانت السبب الرئيسي هو. طب شو اللي حكيته انت بالتفصيل كابتن؟ اللي حكيناه انه ممكن بلحظه غضب انه نحن كلاعبين علوم تطبيقيه نحن نمثل منتخب. نعم. فنحن اذا الاتحاد ما عم بيحترمنا زي ما بيحترم لاعبين الانديه الثانيه. نعم. لشو بيستدعينا على المنتخب مثلا؟ لشو يعني ليش هم بيحترمونا وقت ما نحن بنكون بالمنتخب ما في هذا الاحترام موجود ونحن بانديتنا؟ نعم. الحكام نفس الشيء، وانا كان تركيزي اكثر على الحكام لان الحكام هم سبب الخساره الرئيسي، والفيديو موجود وبتخيل كل حدا بيقدر يرجع يشوفه. نعم. مره ومرتين وثلاثه كان بيقدر يعني الحكام لما انا اعمل تصرف معين ويعمل علي تكنيكال فاول او يحسب علي خطا بالمقابل لاعب ثاني من نادي ثاني بيعمل نفس التصرف وممكن اسوء. نعم. والحكم لا يحرك ساكنا، هذا دليل على الاحترام. نحن كلاعبين الحكم اذا بيحترمك بتقدر تحس، اذا الحكم ما عم بيعطيك احترامك في تحيز يعني ضد التطبيقيه بالضبط. هل اللي نحن حاسينه كحكام. نعم. كانوا جدا سيئين في خاصه في المباريات النهائيه، مع انه نحن مطالبتنا كانت من قبل من المربع الذهبي ونحن كلاعبين حتى نطلب ان الحكام يكونوا اجانب او على الاقل نسمع زي ما انا هلا تعاقبت نسمع يعني لو مره نسمع انه الحكم الفلاني بما انه اخطا في هاي المباراه. نعم. عاقبوه لو انه ما يحكمش مباراه الاسبوع اللي بعده على الاقل. نعم. لو نسمع انه يعني صار شيء ما يعني ما كنا نشوف ولا اي. طيب. نوع من انواع. طيب دكتور هيثم، وصفت العقوبة الكابتن وسام بانها فرد العضلات، يعني شو معنى هالحكي؟ انا بعتقد انها فعلا فرد للعضلات وتنويه. نعم. للاعبين. نعم. انه شايفين اللي بيغلط هينا احنا بنحاسبه، حسابنا. نعم. عسير كاتحاد لانه مرجوعكم او مردودكم إلنا، احنا اللي. نعم. بنقرر وهي العقوبات احنا بنبلغ فيها الفيبا. نعم. هلا هذا حق مشروع. نعم. حق مشروع للاتحاد، بس يا ريت تتناسب العقوبه مع الفعل. مع الفعل. نعم. اللاعب، فهي فعلا هي نوع من فرد العضلات على اللاعبين انه نحن هنا. نعم. بدون فرد العضلات اللاعبين كلهم بيعرفوا انه هاي العقوبه سواء اخذت
محليا او ثبتوها دوليا معناته خسروا لاعب زي اسلام عباس، ما اعطوه فرصته انه حتى يلعب ولو على الاقل في احد الدوريات الخارجيه. اذا احنا بدنا نعاقبه محليا بس هذا باب رزق للاعب. كلنا بيخطئ، واتوقع انه احد الحكام في المباراه يمكن تم سب الذات الالهيه بعد المباراه على تصرف احد اللاعبين، وتم شتم اللاعب من رجل يعني كبير بالسن المفروض يقدر يضبط اعصابه، ما قدر يضبط اعصابه واخطا، ما سمعنا تجاهه اي تحقيق او اي عقوبه اتخذت. بالمقابل لاعبين شباب صغار فور الدم اتخذوا، ما بنقول ما اخطانا، ما بنقول انه والله عدم صعودنا للمنصه انه ما كان في خطا، ما بنقول يعني انه في اخطاء متراكمه، بس هذا كله انفجار سببه تراكمي، تراكمي فعلا، تراكمي بطريقه يعني في نوع من الاستهزاء بالعلوم التطبيقيه، في نوع من تكريس وفتل عضلات اثبات انه كره السله الاساس ها النادي الفلاني، العراقة في النادي، يا عمي كلنا بنعرف هذا الحكي بدون ما ننظر على بعض، وبدون عارفين انهم متبنين اكثر من لعبة، والفئات النسائية، العلاقات العامة والسهر والكذا والتواجد المستمر، هذا حق شخصي، حرية شخصية، بس يجب ان يكون المسؤول حيادي. احنا بالنسبة لنا كنادي ظلمنا، ظلمنا الظلم شرعا بتطلب منا يعني من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. لا والله احنا عندنا القدره باليد، في الانتخابات نتدخل وبقوه، عندنا عدد جيد من الاصوات، بدنا ندون كل ملاحظاتنا ونكتبها شكوى للاتحاد ردوا علينا ونسخه للجنه الاولمبيه. حقنا المشروع بدون ما حد ينظر علينا انه حجبوا لاعبين المنتخب، لا احنا 18 لاعب منتخب حيختاروا 14 في النهائي، 10 منهم سيدي موقعين عقودهم مع العلوم التطبيقيه. شيء نعم ابينا يعني الغالبي لاعبين المنتخب والعمود الفقري للمنتخب هو جامعه العلوم التطبيقيه. عملية اللاعبين مش أنا كأبو عبد الله بنظر، انتمائهم للوطن أكثر من رئيس ناديهم، كلنا منتمين للوطن، كلهم لبوا الدعوة وبكل فخر واعتزاز. كان في قضايا شخصية ما طرحوش اسم سين لأنه فلان مصاب أو عقب فلان، أنا استدعوني يعني ردة فعل بعض لاعبين أنه زعلهم وعتبهم على يعني على أدائهم على نتائجهم اللي تحققت حقيقة يعني. طيب نأخذ الأخ محمد حسين، مساء الخير. مساء النور، كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. يا سيدي يا سيدي، هاي العقوبات فدوى لعيون فادي زريقات ومجلس إدارة الأرثوذكسي، هذول شيوخ البلد التطبيقية يعني جامعات ما جامعات، شو هذا؟ ظلم، ظلم واضح. والسلام عليكم. كيف يا أخي محمد؟ يعني مش ما فهمنا من كلامك شو اللي بدك إياه. نعم، شكرا، شكرا لك على كل حال أخي محمد حسين، يعني وجهة نظر. طيب دكتور، يعني الكل ذكر انه مطاردة الكابتن اسلام عباس للحكم انه اساء لسمعة الحكام، حكم بهرب لاعب بطارده، يعني قيل بانه يستحق العقوبة لانه يعني تصرف مش مضبوط. انا بسام اكون صادق معك، نعم انا ما شفت هذا اللقطة، يمكن اني ارجع اشوفها على التلفزيون المباراة السابقة، بس اللي انا شفته لما اسلام لحق الحكم عشان يحكي معه، انا بهذيك اللحظة ما شفت انه بلحقه او بركض وراه يشهد الله، لكن لما لحقته وتواجدت في تلك اللحظة لانه ما بديش اي لاعب يسيء لانه سمعت جامعة بالاخير ونادي يعني، فكنت متواجد انا وعبد الله ابو كورة ومجموعة من اللاعبين وسمعنا الشتم اللي تم، مش من اسلام، اسلام ما اساء ولا شتم ولا اساء، العكس يعني تم سبه وشتمه لاسلام، وتم سب يعني ما بديش ادخل في التفاصيل الديتيلز، اذا بدهم يتحققوا الاتحاد اتوقع عندهم اكثر من شاهد كان موجود، وكانوا قنوات فضائيه بتبث المباراه وسمعوا بعض المذيعين، سمعت بعض الناس المتواجدين اذا بدهم يقولوا كلمه حق يعني. يعني اما هو يعني تصرف كتصرف اذا صدر من رياضي وانه لحق حكم بطريق التهجم بس لا اتوقع انه شتمه ولا مد ايده عليه. هلا قد بعض اعضاء الاتحاد صار اتصالات معهم بعض الناس انه بيقول لك انه قام بدفش او دفز سيد رزق المصري اللي هو يعني من اعمده السله، هلا هو لما انسان بيجي بمسكني من الخلف او ما شابه وانا بدي بعرفش مين اللي بمسكني، يمكن بعتقد يعني زميله بالنادي، يمكن يعني نسمع منه على الاقل، نسمع منه. هلا العقوبه اتخذت، سمعوا منه؟ ما اتوقع حدا سمع منه ولا حدا سمع من وسام. اخي وسام، حد استدعاك؟ حد سمع منك نهائيا؟ انا
السيد هيثم خديجه اتصل معي نعم. قال لي العقوبه طلعت هيك هيك عشان ما تتفاجئ بكره تلقاها بالجريده او شيء نعم. من الاتحاد نهائيا ما حدث يعني ما سمعوا منك ليش حكيت يعني توضح وجهه نظرك نهائيا هي وجهه نظري زي ما حكيت لك انا يعني بجوز امبارح كان في مؤتمر صحفي واعلنتها نعم. انا ممكن في لحظه من اللحظات في هذا التصريح اخطات عندما لما حكيت انه ما بنلعب للمنتخب نعم. هاي ممكن بلحظه الغضب بلحظه الاحساس بالظلم طلعت الكلمه لكن انا برجع بعيد وبحكي بالنسبه لي المنتخب خط احمر المنتخب نعم. لو بيستدعيني في اي لحظه انا بلبي الواجب الوطني وهذا معروف عن اخر 10 سنين انا بالمنتخب دائما وما تخليت عن المنتخب ولا يوم وان شاء الله ما راح اتخلى عن المنتخب ابدا نعم. وحتى في حاله يعني انه هم اصروا على هاي العقوبه وهم شايفين يعني المسيرين كرة السلة في الأردن اللي هو الاتحاد نعم. مقتنع إنه هالعقوبة مناسبة مع إن أنا بشوفها صراحة هي تاريخية يعني نعم. لاعب أبدى رأيه فأنت عم تعطيه 8 شهور نعم. إيقاف نعم. أحس أنها هي سابقة تاريخية يمكن بالعالم ما أتوقع إنه في لاعب حكى رأيه انحرم كل هاي المدة أنا بحترمها وإن شاء الله نعم. يعني في عنا بطولة غرب آسيا بالأردن راح أكون أول الداعمين للمنتخب راح تلاقوني بالصالة أول واحد بشجع زملائي بالمنتخب ونحن واقفين عنهم لكن هذا الكلام ما بيعني انه نحن ما انظلمنا بالمباراه ما بيحكي انه في كثير شغلات نحن مش راضيين عنها طيب دكتور يعني انت ذكرت في المؤتمر الصحفي انه عقوبه الشباب اسلام ووسام لا تعادل العقوبه اللي اتخذت بحق من تناول منشطات وكادوا انه يخرجوا الاردن من التصفيات المكمله لاولمبياد لندن ولا زلت بكررها نعم والعقوبة الداخلية أي لاعب بتعاطى منشطات في الاتحاد الداخلية نعم. في اتحاد كرة السلة بتم إيقافه 18 شهر داخليا نعم. إحنا مش مع هذا التوجه سواء أنفر أو زيد الخاص لاعبين مميزين بتمتعوا نعم. بخلق عالي أنت عاقبوا دوليا وتعاقب محليا ل30/6 وكنت رئيف جدا ورحوين معهم نعم. وهذا شيء بنقدره لأنهم خدموا السلة الأردنية فما بالك في لاعب زي وسام مش لأنه موجود أخلاقيا خلقيا لعبا خسارة للمنتخب الوطني وفي مواقف يعني كانت أشد حنكة لأنه أنا يعني قريب من لاعبيني والفريق يعني كانت في فترة من الفترات والدته تحتضر لما طلبوا المنتخب لبى فورا النداء وتسافر على أول طيارة سيدي وكلنا بنعرف بالأردن هذا الموضوع شخص يعني الجميع بيعرف أنه لعب مباراة حساسة وحاسمة وكان يعني مش بوجهه فأتوقع أن العقوبة جدا يعني جدا 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 قاسية وخاصة أنه بدنا نبلغ الفيبا والاتحاد الدولي هذا قرارات اتحاد ما حد بيقدر يتدخل فيها ولا حد بيقدر يحكي فيها بس أتوقع لاعب خدم الوطن 10 سنوات ولاعبين خدموا الوطن زي إسلام وزي وسام حرام أنه تكون عقوبتهم كمان أنها نخليها دولية خليتها محلية على الأقل افتح لهم باب رزق في مكان آخر أنه في بطولات اخرى عربيه محليه لا. يعني يعني نوعا ما شويه رحم نعم طيب يعني هل القرار شو تاثيره عليك كابتن يعني 8 أشهر بدون لعب والله لا. شوف انا يعني هو تاثير صراحه راح يكون تاثير الاكبر على المنتخب لانه كنا بنعرف انه الموسم القادم اللي هو للنادي خلينا نحكي على مستوى محلي هو بيبدا السنه الجاي يعني نهايه السنه والسنه الجاي يعني لا. تكون منتهيه الفتره فهي بتأثر صراحة على المنتخب زي ما نعرف هلا في غرب آسيا في تصفيات الأولمبيات في أكثر من بطولة فهي راح تأثر كمان على يعني بس البعض قال بأنه أنت مصاب بالمنتخب وما راح تخدم المنتخب عشان هيك ربما اتخذت العقوبة يعني أنا صراحة إذا كان هذا السبب يعني في ناس يقولوا أنه أنت خلص ما راحت بس برأيي إذا كان هذا السبب يعني هي قمة يعني شو مش عارف شو بدي أوصفها لا بس يعني هيك صار الغلط أكبر بالضبط يعني وخاصة إني أنا لا أنا ولا المعالج تاعنا ولا معالج المنتخب ما في سبب يمنعني إني ألعب حتى بهاي الإصابة لأنه هاي الإصابة راح تخلص ببداية شهر 6 تكون منتهية فعندنا 15/6 غرب آسيا بكون في مجال شهر 7 البطولة التصفيات التأهلية في مجال هي الفكره حاليا هم في ناس قالوا انه احنا ممكن ما نكون وطنيين لانه حكينا هاي الكلمه بلحظه لا. عصبيه وكذا لكن انا برايي ممكن كمان لازم الاتحاد كان يفكر بوطنيه اكبر اذا شايف انه اللاعب وسام واسلام بفيدوا المنتخب بهالفتره الحرجه
المفروض ما بديش احكي نتغاضى، لكن كان في عقوبات ثانيه كان ممكن تكون، خلينا نحكي ممكن ماليه، ممكن توقيف شهر، يعني زي ما بنشوف بالعالم. بالعالم انا ما يعني مستغرب ما عم سمعت هاي العقوبات 8 شهور، يعني زي ما انت تفضلت اللاعب الماخذ منشطات وقف 6 شهور وبأثر رجعي، اللاعب اللي صرح تصريح على التلفزيون نحام 8 شهور تقريبا. طيب شو دكتور تعقيبك يعني على هل يعني انه طالما اصيب بقول لك خلص يعني بنرفع العقوبة لأقصى حد زي ما انت حكيت حتى نأدب اللاعبين الثانيين والزلمة ما راح يلعب؟ هلا ان شاء الله يقدروا. يعني ان شاء الله يقدروا، يعني بدنا نكون منطقيين. هلا المنتخب او الفريق مقسوم ثلاث اقسام او اربع اقسام. قسم A الطبقة البرجوازية اللي ما حد بيستطيع يحكي معها نهائيا، بيلتحقوا وقت ما بدهم، بيسافروا وقت ما بدهم وما شابه. الفريق باء اللي هم الشباب المؤدبين الخلوقين اللي وبرضه بيأدوا. يعني فعلا فعلا اذا شئنا ام ابينا وسام، يعني بالنسبه كنادي مصلحه النادي انه عقوب اللي اخذها لمصلحه النادي بيعد نفسه وبتدرب وبياخذ راحته في الاعداد. بس حقيقه اللي بيخسر الوطن، لانه وسام من اللاعبين، نرجع لتصفيات البطوله العربيه، نرجع لبطوله اسيا، كان عنصر اساسي وأساسي جدا ومهم جدا في المنتخب. أنا بحكي لمصلحة المنتخب، مش بس بحكي هلأ كمصلحة لاعب. برضو إسلام من اللاعبين اللي تحت السلة، خاصة إحنا بنحكي عن اثنين عمالقة هلأ، يعني مش موجود أسمعهم بالمنتخب، زيد ألخاص تحت السلة وأيمن دعيس. فإحنا بنفتقد، يعني هلأ بتضلها وجهة نظر فنية مدرب واتحاد، وحنلمس بنفسنا النتائج قريبا يعني. طيب وسام بالنسبة للمباريات، يعني أنتوا تقدمتوا في البداية ولكن في النهاية 3-2 للأرثوذكسي، شو اللي صار معكم؟ والله شوف حقيقة هي دائما بمباريات كرة السلة يعني وبالدوري الأردني خاصة صارت هاي الشغلة أكثر من مرة، يعني لأنه كل مرة كانوا التطبيقية يستعد للاحتفال باللقب بعدين تم تأجيل للجولة القادمة. لما كانوا يسألونا احنا كلاعب كنا نحكي لهم هذا الشيء ما بيخلص، يعني احنا السنة الماضية ضد النادي الرياضي كنا خسرانين 2-1 ورجعنا فوزنا مباراتين متتاليتين وفوزنا 3-2. برضه زمان نادي زين كان خسران من الأردوكسي مرة 2-0 وفاز 3-2. معروف بلعبة كرة السلة ما بتخلص الشغلة الا عند اخر لحظة. هلا اللي صار يعني، ما انا اذا بدي ارجع احكي رح نحكي المباراه الثالثه، يعني نحن الجهاز الفني والاداري عندنا حضروا الفيديو اكثر من مره. يعني طلعوا حوالي 30 خطا تحكيمي ضد نادي العلوم التطبيقيه في مباراه رقم 3 اللي هي كان فازوا فيها الأردوكسي اول مره. هاي اللي اعطتهم الدفعه المعنويه، وجينا نفس الشيء في المباراه الخامسه الحكام كانوا يعني ضدنا. هلا ما بدي احكي لك في عوامل ثانيه ممكن اثرت علينا، يعني انا بالنسبه لي نصبت بالمباراه الثانيه، فالمباراة الثالثة والرابعة والخامسة لعبت تقريبا يعني ايدي اليمين اللي هي بشوت فيها وكذا مش خلينا نحكي مش متوفر، يعني عم بلعب كنت يعني على الإصابة، عرفت كيف؟ ففي عوامل ثانية ممكن أثرت عليكم، أثرت، لكن كمان خاصة بالمباراة الأخيرة أعتقد عملنا مجهود كثير كبير ولعبنا مباراة الكل بيوصفها أنها ممتازة جدا، لكن التحكيم في النهاية. طيب كان دكتور في خلافات بينك وبين الكابتن هلال، يعني في خلافات شخصية مثلا؟ لا ولا خلافات فقط من اجل خلافات لمصلحه اللعبه، مصلحه اللعبه وجهه النظر. في خلاف فيها، في اختلاف وجهات النظر. ما اتوقع في يوم من الايام طلب الاتحاد من نادي جامعه العلوم التطبيقيه اي خدمه، الملاعب الاستعداد وتوانينا عن خدمتهم كاتحاد حتى مش كلعبه. بحترمه لشخصه، ولكن اللي صار انا بعتبر انه هلال لا يكن اي احترام للدكتور هيثم، لانه انا عمري ما طلبت منه طلبت منه وحيد، قلنا له احنا رجعنا وعندنا استعداد ندفع تكاليف التحكيم المباراه النهائيه او اخر خمس مباريات حتى لا تكون اي حجه لا للارثوذكسي ولا للتطبيقيه، وعشان نضمن نزاهه البطوله والمباراه انه تحكيم اجنبي ما حد بيقدر يقول له حكم كذا او ساوي كذا او ايعاز او ايحاء او مجرد نظره ممكن يفهمها بعض الحكام بالخطا، انه يعني بشفافيه اقل متطلبات احنا طلبناها من الاتحاد، لا اذكر في يوم من الايام لبوا لنا اي طلب. فالقضيه انا بالنسبه لي اقول لك في خلاف شخصي، لا والله بينه وبين اي عضو من اعضاء الاتحاد. بس احنا بنلمس وضع قائم كل ما بنحكي مع الاتحاد، ما هو المخصصات، العجز اللي بالموازنة السابق من الإدارات السابقة. طب شو دخل طز في مرحبا؟ عفوا يعني طب في خطة خمسية مش حكيت راح تتكفلوا بالتكاليف كاملة؟ نعم
هذا طلبناه من الاتحاد وكتبنا كتاب خطي انه يرجع انه يكون اخر مباراه تحكيم اجنبي. احنا في عندنا اوراق بدنا نرفقها، واي لحظه بيحب رئيس الاتحاد واعضاء الاتحاد في مواجهه على اي قناه بيرتقوها مجله رياضيه نورمينا بنتشرف سيدنا رؤيا ونبث، يعني نفرد الاوراق لاوراق مبعوثه رسميا وايش كان الرد عليها، بطوله بنغازي، بطوله العربيه، البطولات، يعني نفند بعض القضايا يمكن احنا نكون متحاملين عليهم. هاي الاوراق هو احنا عشان حقائق يكون الكابتن هلال موجود اليوم عشان نحكي بصراحه اكثر. الاخ احمد شكري مساء الخير. مساء الخير كابتن. اخ احمد شكري. اخ احمد. الو. مساء النور. الو. الو بنسمعك اخ احمد. طيب انا في لي تعليق بسيط لو سمحت. تفضل يا سيدي. احنا بس بالنسبه للحكام. نعم. حكامنا بيستعينوا فيهم بالدول العربية المجاورة. نعم. بس هذه ملاحظتي وشكرا. طيب يا سيدي شكرا لك. كان في عندكم اعتراض دكتور انه زي ما انت حكيت، انا بقرأ ما كتب على المؤتمر الصحفي انه انتم معترضين انه الحكم يعمل في الاتحاد ويقوم بالتحكيم. مزبوط. يعني شو المانع مثلا؟ هلا مدير الاتحاد ما بصير يحكم مباريات. نعم. اولا، ثانيا اللي يعني تفضلوا الاخوان احنا مع ابراز الحقيقه، احنا ثلاث سنوات احنا بنمثل في غرب اسيا وفي اسيا، فالتحكيم بيطلعوا مع نادي اللي بيمثل في غرب اسيا لما بيطلبوا من كل بلد. نعم. هلا في نقطه احنا يا ريت نحكيها بكل شفافيه. نعم. لما بيقولوا بطوله عربيه للانديه العربيه، بطوله غرب اسيا، بيطلبوا من كل نادي على نفقه النادي يطلع اثنين من الحكام الاردنيين. نعم. يطلع اثنين من حكام سوريا، يطلعوا اثنين من حكام مصر. نعم. احنا حكامنا اتوقع واحد بس اللي اثبت في اسيا وجوده، والثاني على اول طياره رجعوه سيدي في البطوله العربيه. نعم. على اول طياره. نعم. حكام قالوا لو سمحتوا هذا بترجعوه على نفقتكم زي ما جبتوه. نعم. ليس تقليل من قدره حكامنا طبعا. نعم. بس احنا بدنا نقول كلمه حق. والثاني في بطوله اسيويه اخر سنتين انا بحكي سيدي. نعم. قالوا له اذا تكرمت انت حكم مباريات النساء، يعني بطولات السيدات، وليس قد مباريات الرجال. سيدي هذا الحكي احنا نتحمل مسؤوليته. لا نشهر ولا نسيء لحكامنا. لكن ينقصنا يعني اللعبه ينقصها كلعبه كره سله من خلال خبرتنا الخمس سنوات المتواضعه في هذا الحق المجال، ما في اعداد للفئات. والدليل نتائج الفئات العمريه سيدي. ما بدنا ننظر هلا. الفئات العمرية احنا ما بنحقق اي شيء في المرحلة الحالية سيدي، وبتحدى اذا طلعنا في اي في التحكيم الخارجي اذا يشار يعني، وبنقدر نسأل ونتأكد. نعم. ما في دورات، ما في يعني، ما بدي اجزم انه ما في يعني، قد تكون بس مش بالمستوى اللي احنا بدنا اياه. بدنا اياه. هاي يعني احنا مش الغلط، ما بدنا نوصل فكرة انه نحن ضد الحكم الاردني. بالعكس، نحن بنتلمس العذر للحكم الاردني انه بالفترة السابقة كان في توقف للعبة كرة السلة، وكان في يعني الكل بيعرف المشاكل بوقت الاتحاد السابق و فاحنا بنلتمس العذر للحكم، انه الحكم كمان زي اللاعب، يعني انا لما اقعد هلا سنه ما العب مثلا مش راح ارجع مستواي نفس الشيء زي ما انا بمارس. الحكم نفس الفكره، لما بيقعد تقريبا سنه بحكم اربعه او خمسه. طب شو كيف شخصيه الحكم الاردني داخليا وخارجيا؟ يعني انت شفت الحكام داخليا وشفتهم لما شاركوا بتحكيم معكم لما كان شارك التطبيقية. يعني انت بدك توريتني اني انا اكون ضد الحكام؟ لا لا بحكي لك، يعني مش راح يكون اكثر من اللي يعني انا حكيته. يعني بتسمع من لاعبين اخرين يعني تم يعني الحكام الاردني حكم نفس زي ما حكى عم ابو عبد الله بالبطوله العربيه للانديه. الحكم انا يعني صدفه اني كنت واقف، اجى من الاتحاد العربي للسيد احسان قال له الحكم كذا كذا، خلص حكم اول مباراه والله يعطيه العافيه. نعم. لكن في محلات ثانيه بالعكس في حكام، لكن هي اللي هو الاستغراب بصير انه الحكم اللي احنا عم نحكي عنه مثلا بدون ذكر اسامي. نعم. بس وصل حكم بنص نهائي اسيا في الانديه وبنفس الشيء بالمنتخبات، ما حكم في المباراه النهائيه غير مباراه واحده، فممكن نعرف شو السبب مثلا انه الحكم اللي حكم يعني وصل في احسن مراتب في نهائيات اسيا. نعم. حكم مباراه واحده في المباراه النهائيه. في يعني لكن هذا انا برجع بعيد، انا واحد الناس اللي بدافع كمان على الحكام. نعم. ان الحكام لازم يتطور، يعني لازم الاتحاد يعمل اشياء للحكام لتطوير الحكام زي ما نحن الانديه بتحاول تطور لاعبتها، زي المنتخب بحاول يطور اللاعبين، لازم يكون في برامج للتحكيم لتطويرهم. نعم. يعني نحن بالعكس نحن انا بتمنى يكون في طاقم تحكيم اردني ممتاز وهو يحكم احسن من الاجنبي. سيدي لو نعم. لو خلينا نحكي يعني طواقم التحكيم الاردنيه بالنسبة لمستوى على مستوى المنطقة بدناش نقول ممتازة، جيدة جدا يا سيدي. بدناش لا نظلمهم ولا بدنا نكون معهم ونمدحهم. مباريات النهائي في كل الدول المجاورة سيدي نظرا للحزازيات
المتعارف عليها انه مين بده يوصل مباراة نهائية. ناديين اقل شيء كل نادي عنده 4 إلى 5 من لاعيبة المنتخب. في ميل قلبي للحكم، انا كحكم صار لي 5 سنوات بعرف احد اللاعبين دائما بسب في تحامل على لاعب ما بيصدق على الله الحكم، وهذا اللاعب يلمس زميله اللمسي بصير يصفر على لاعب معين، في ضغينة على بعض اللاعبين، فبتصير يعني الميول الشخصية طبيعة الإنسان سيدي بتلعب دورها. فلذلك مباراة نهائية ليش يتحمل مسؤولية نادي عنده لاعب أو لاعبين أو 3 مكروهين من الحكام بمثله بسيئوا باللف بسيئوا بالقول بسيئوا إيش ما بدنا نسميها، يجب أن يكون تحكيم أجنبي سيدي في الإمارات في كل الدوريات المحلية الدول المجاورة الدوري اللبناني بالفاينل نهائي استعينوا الدوري الأردني كرة القدم النهائي استعانوا بطاقم أجنبي يعني يكون قدوة إلنا اتحاد القدم يعني زي ما بقولوها حاول يبعد الحكام عن احنا بنحكي عن مباراة نهائية سيدي حتى لمصلحتنا نهائي كأس نهائي دوري حق الأندية إنها تيجي طواقم تحكيمية خارجية وإحنا على مشارف سنة جديدة وموازنة جديدة ينحط من ضمنها مباريات الكأس ومباريات الدوري 5 مباريات مع التذاكر مع إقامتهم والله بتكلف 6,000 دينار أو 7,000 دينار يقطعوها ويبدأوا يعني لازم يصير في لمستقبل كرة السلة. طيب مين منعكم تسلموا الميداليات؟ يعني هل قرار انتم لاعبين اتخذتوا ولا إدارة؟ مين هو بالأحرى يعني أحكي لك بالحرف الواحد، لا هو لا قرار لاعبين ولا هو قرار إدارة ولا أي شيء، الإطار اللاعبين كلهم بنفس واحد من الزعل من الإحساس بالظلم من يعني حسينا بظلم ما بيتحمله إنسان إن كان خلال الموسم وإن كان في المباراة النهائية. فكل اللاعبين يعني أنت لو بتشوف الفيديو مزبوط إذا مصور ما بعرف يعني هاي اللقطات كل اللاعبين مباشرة اتجهوا لغرفة الملابس وأغلبيتهم بعد 10 دقائق ربع ساعة من المباراة ما انتهت أجا عمي حكى معهم الكل كان خارج الملعب. يعني هي الفكرة ما كانت فكرة يعني ما حدا فكر بفكرة أنه نحن هلأ نستلم ميداليات أو ما نستلم، يعني هي الفكرة صفت أنه نحن الظلم اللي جواتنا وخلينا نحكي البعض حتى يعني كان عم بيبكي جوا في تغيير الملابس ما تبدأ هو يطلع من الموقف. طيب دكتور يعني التطبيقية حس بظلم تحكيمي وما استلم الميداليات، طيب الكلية شو يعني المركز الثالث ليش يعمل نفس العمل مثلا؟ مين الكلية؟ فريق المركز الثالث كفر يوبا مش الكلية عفوا كفر يوبا يعني تقدر تتوجه السؤال لكفر يوبا مش كنادي أو كلاعبين. نعم. معظم اللاعبين يعني خلينا نعتقد أنه شافوا الظلم. نعم. استاءوا يمكن نص اللاعبين كفر يوبا ما حضروا لأنه حضروا 4 مباريات وراء بعض متتالية. نعم. على أساس أنه هلأ بتخلص وبتتوجوا فنصهم. نعم. ما كان موجود في الملعب. النص الآخر أنا ما بقدر أجاوب عنهم ليش. نعم. بس لاعبين التطبيقية كانوا بغرف الغيار صارت احداث اسلام اخذنا اسلام دخلنا على الغرفه دخلنا كلنا على الغرفه قلت لهم شباب انا بعتبركم انتم كفيتوا ووفيتوا وانتم الفايزين انا عازمكم على العشاء عريم البوادي التقينا هناك عشان نطيب خواطرهم وعشان نلتزم كلنا انه احنا ايد واحده شباب احنا كلنا الحكى في موضوع كلكم حكيتوا في موضوع منتخب كلكم عندكم وطنيه اكثر مني ما بدنا نزاود على بعض بدهم يطلبوك يوم الاحد بدنا الكل يلبي النداء لانه هذا قضيه وطن وخط احمر. نعم. كانوا بالاجماع كلهم انه ابو عبد الله احنا بس فشت غل احنا مش الهدف الوطن احنا بنحكي عن انه بدناش نشارك في هيك اتحاد فلقكم يعني. نعم. فقلنا لهم هلا لا بدكم تطولوا بالكم ما بيضيع حق وران طالب وانا مطالب هلا بالحق. نعم. للنادي وانا متابعه شخصيا يعني خطوه يعني بخطوه بس يعني شو راح تلجأوا لوسائل اخرى حقنا سيدي نوجه احنا عندنا ملاحظات للاتحاد تفضل كاتحاد حقنا نكتب كتاب للاتحاد يردوا عليه ملاحظاتنا 1 2 3 4 سيدي ونسخه للجنه الاولمبيه سيدي. نعم. هذا حق مشروع اذا لنا حق بيجينا اذا. نعم. احنا بنعتقد انه الحق لنا وما لنا حق سيدي برضو وجهه نظر بتكون يعني طيب بنكون ابدينا ما علينا طيب وبرأنا ساحتنا امام لاعبتنا انه مش دائما التطبيقيه هو النادي الضعيف بسبب انه الدكتور يعني اللاعبين بداوا يحملوني مسؤوليه انه دكتور انت كثير بتتعاطى ومتساهل وهذا اللي خلاهم يعني يطلعوا بالعلالي قلنا لهم لا احنا زي ما بقول المثل اتقوا شر الحليم اذا غضب وانا حليم الى ابعد الحدود بس لما توصل القضيه لقضيه الحق انا ما بسمح حقي يضيع. طيب في حال انه ما وصلتوا لنتيجه مع اتحاد السله وعلى اللجنه الاولمبيه شو في عندكم
يعني خيارات أخرى مثلا. يعني أكبر من اللجنة الأولمبية نضل شلة بنحتسب رب العالمين. نعم. فقط لا غير. يعني تعرف في تجارب معنا الرئيس السابق سيدي على أختار ولجأ للجنة ولجأ وما في حققوا معهم من نفس الاتحاد ما عندنا مشكلة سيدي إحنا. نعم. المهم الكف أنا دائما بقولها اللي ما بقتل بقوي. نعم. الشباب هلا كلنا عرفنا أخطائنا. نعم. طلعنا الاسكولارات لكل لاعب إحصائياته استلم إحصائياته وبدأوا بنفسية جديدة من 25-8 مصرين العام القادم يكونوا يعني بطل الدوري ووعدوا وأنا أثق في وعدهم كلهم كشباب ومصرين بإصرار تام. أخطائنا اللي تعلمنا منها هلأ البطولة المحلية في لبنان بعد بداية الدوري ممنوع تسجيل أي لاعب في فلسطين منعوا صني السكاكيني لأنه لعب بالصين. نعم. هلأ التعليمات الفيبا هلأ هون المشكلة اللي بعض الإخوان لما بنحكي بالتعليمات بقول لك رئيس نادي وبيعرفش تعليمات قاعد بيحكي. نعم. غلط الأندية المنافسة طبعا. نعم. مع احترامي لهم هلأ القانون الدولي لا يمنع. نعم. لاعب مدام مش في نفس الزون. نعم. بلعب بالصين يجي يلعب بالأردن ما في مشكلة. نعم. بس أنا لما يطلب مني سكر قائمتك كتطبيقية السبعة. نعم. قائمة النخبة ومن ثم نفاجأ إنه غير إحنا السنة مش هنسكر قائمة نخبة. نعم. إحنا هنخلي ستة عنا السابع هنخليه لآخر يوم بالدوري يمكن لعله عسى يجي زيد. نعم. عباس نوضع معه بالمبلغ اللي برتقيه مناسب لأنه لاعب نحترم خلقه ووجوده اللاعبين كلهم إذا سنان بده يرجع للبلد ما بنعرف هاي توجهات يعني. نعم. سام أنفر زيد ألخص كلهم لاعبين كبار نحترمهم ونقدرهم وبشرف كل الأندية يكونوا فيها يعني نحكي كلمة حق يعني بس إحنا أنه أنتوا بتدفعوا أكثر قادرين على جذب اللاعبين المميزين مش بالبلد. بالصورة اللي إحنا متخيلينها سيدي. نعم. هلأ القضية هاي أنا كثير بحب أعقب عليها. نعم. أخذت إدارة الأرثوذكسي قرار بأنه أعلى راتب 500. نعم. جديد سيدي اتصلوا بلاعبين لازالوا مع التطبيقية زي خلدون أبو رقية. نعم. عقدوا بنتي ب30-5 اتصلوا. نعم. فيه واجتمعوا معه. نعم. وعرضوا عليه قالوا له احنا رينج الرواتب عندنا حيكون بين 800-1200 فرفعوا. نعم. سقف رواتبهم. نعم. واتصلت الأندية في لاعبين أنا بعرف لاعبين. نعم. هم اجوا على الجامعة بلعبوا في الجيم شافوني بلعبوا مع النادي الرياضي وفي لاعبين اخرين بيلعبوا مع النادي الارثوذكسي اتصلوا في اداره الارثوذكسي واتصلوا في إدارة يعني كل الانديه سيدي اللي بيقول لك ما بنتصل في اللاعبين وبنحاول نغري. نعم. بزياده في الراتب هذا حكي غير موضوعي. نعم. كما هو متعارف عليه في القدم كما هو متعارف عليه في كل اللعبات سواء الفرديه او الجماعيه حق اللاعب انه يشوف وين مصلحته. نعم. حق اللاعب حق مشروع واللي مش قادر يدفع على لعبة معينة يا عمي يعتزل يعلن اعتزاله احنا كعلوم تطبيقية لما نبطل نقدر نحقق موازنة جيدة للسلة ونكون منافسين ثق تماما حنكون اول من سحبين العكس احنا بقدمنا طلب وانا بشكر السيد سمير منصور لبوا الطلب فورا في اتحاد تنس الطاولة وشكل. نعم. دخلنا اتحاد تنس الطاولة وحنشكل فريق بمثل جامعة العلوم التطبيقية وبنبدأ بألعاب فردية وجماعية حق النادي وحق الجامعة انها تسوق نفسها وانها تخدم يعني يكون فيها نوع من خدمة المجتمع الرياضيين لهم علينا حق احنا من 8 سنوات من 2005 واحنا متبنيين منح رياضية في الجامعة التطبيقية لاعبة المنتخبات كرة القدم ولاعبين كرة اليد وكرة السلة بتكلفنا سنويا ما يقارب 150-200 ألف دينار كمنح فقط في الجامعة غير المدارس تبني مؤسسات وطنية لرياضيين انا بعتبر خدمة للمجتمع. صح. خدمة للمجتمع اللاعب لما بيرتاح بنجز اللاعب لما تجيب لي لاعب سلي في الوقت الحاضر وتقول له انت راتبك 500 دينار بدي اعطيك ما هو راتبه في البنك او في المدرسه اللي بدرس فيها 450-500. نعم. واذا تعرض لاصابه في النادي اللي هو فيه اوقفوا راتبه من وين بده يصرف ونصهم. نعم. صاروا الان متزوجين خلينا نكون. نعم. منطقيين هلا عالم الاحتراف سيدي. نعم. عالم الاحتراف. طيب شو يعني استفدتوا من عالم الاحتراف اللي حكى الدكتور؟ والله شوف هلا هو عالم الاحتراف يعني مش بالضروره بس الفائده ماديه. نعم. يعني انت بتستفيد ماديا بتستفيد معنويا. نعم. يعني انا مثلا كنت العب بالنادي الرياضي قبل وعم ابو عبد الله يعني استقطبني عنده وكذا ما كان بس الهدف ماديا. نعم. احنا لاعبين بنحب الرياضه يعني احنا بنحب اللعبه عشان نلعب عشان كذا لكن انا كان بهمني مثلا انه بدي العب مع فريق منافس ياخذ الدوري يطلع يلعب بغرب اسيا يلعب باسيا يلعب ببطوله عربيه يوصلني للمنتخب. نعم. يعني فنحن الشغلة مش بس قصة مادياً يعني هنطلع عليها مادياً ومعنوياً شغلة تانية غير مادياً يعني أنا بدي أستغل هاي الفرصة أني أشكر عمي أبو عبد الله كمان امبارح مثلاً أعلن أي نعم زي ما برجع بحكي لك أنا مش الهدف مادي لكن أعلن مثلاً أنه هو بده يتكفل براتبي اللي من المنتخب بده هو يعطيني إياه فأنا بشكره كمان بستغل هاي الفرصة يعني ما صح لي أشكره قبل هيك
بخليك تكسب الناس. نعم. يعني عرفتي يعني هي الشغل الاحتراف كمان، لكن في الاخر انت كلاعب اللي عم بيدفع لك انت منتمي له، عم تلعب له، عم يعني يعني هاي الاحتراف بيساعدك بكثير شغلات، بيساعدك الاهم النقطه الاهم انك تحسن من مستواك. طيب ابو عبد الله، يعني شو سبب احتضانكم لفريق كفر يوبا؟ والله احتضاننا لفريق كفر يوبا، احنا كنا يعني إلنا مغزى كفر يوبا، اعضاء مجلس الاداره جماعه محترمين، كل عندي محترمين طبعا وراسي من فوق، بس انك تدعم نادي في الشمال